كل من يمثل حركة نداء تونس. سألتك سؤال، قلت لك لماذا كل هذا الرفض لهذا الحزب أو لتشكيل هذا الحزب وأنه منافسكم وإلى آخره. قلت لي كما تقول الغنية اللي تلكعم الشربة ينفق على الصلاة. أي ونفخنا على الصلاة، إيش قال آخر ونفخنا على الصلاة إيش معناها؟ أنا عبرت وفعلا قلت إنه ليزيكزيجونس متاعنا ولازمنا نكون أليخت على مسألة الحقوق ومسألة الحريات، ولكن أنا أيضا منيش طرشة برغم أني لسه الحجي وزيركم قالها يا ذي، تنرجع لك لوزيركم وزير حكومتكم برغم اني من لبس الحجاب. ايش معناها؟ لا هو ما قالش ترشه، ما قالت نقص في السمع 30%. فاني تفضلك لما زريقه كبيره انت لما استمع لما استمع ولما نتابع الوضع السياسي اللي ما معناتها ما يتغيرش وما يرتقيش في افكاره واللي معناتها ما يبدلش لا لا ايش معناها؟ معناتها يا اما انسان ما يعرف ما يفهمش الواقع خلاص، ولا انسان متحجر يعني دغمائي في تفكيره. لست دغمائية التفكير، وانا لما استمع واستطيع ان اقر معناتها انه هناك تطور في وضعية أفهمه وأقدره، ولكن أنا نعم عبرت وقلت بل نبهت يجب أن نكون حذرين جدا في حكاية الحقوق والحريات ومساحتها، ولأنها أهم شيء. ثم المأسسة، مأسسة الديمقراطية، وهذا اللي قاعدين ماشيين فيه تو في المجلس في القوانين اللي باش تمأسس للحرية في تونس والديمقراطية.